السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم برمضان، تقبل الله طاعتكم إن شاء الله. بيئة جديدة وبيئة قديمة راح نتكلم عنها، وشاحن حق اليدتين. تابعوا معي هالفيديو وإن شاء الله يعجبكم. طبعا إيش رأيكم بالتحسون الجديدة والويرات العبسة؟ راح نتكلم عن البيئة القديمة والجديدة، شو الفرق بينهم. طبعا انتم شايفين هني في ربلات وما في فتحات تهويه، لان انا بالنسبه لي اعرق بسرعه، فهني يرطب عند الجو. فكل شوي تعال نظف واذيه شوي. وني حق الكنترول طبعا انتم شايفين واحده بيضة واحده صفراء عشان الغبار اللي حيشرب له، فوايد يأذي. لا تنسون كل واحد له شحن، يعني واير بروح واير بروح، راح يأذيك هالشغله هذه. عشان كذي سووا شاحن حق اليدات الجديده. راح نرد نتكلم عن الويرات العبسه اللي انتم شايفينها، يعني كل هذا ليش كل هذا ليش ضيم والله ضيم. ولا تنسون البوكس اللي لازم تسوي كذي عشان تحط الويرات، وهذا اكثر من مره يخترب وياي وما القى قطع غيار فما اقدر اصلحها للاسف. الحين راح نسوي وياكم الانبوكسن حق الجديد، وعقب ما نخلص اوريكم طريقه الفيديو شلون تشغل الفي ار. تابعوا وياي. اول شيء راح نبطل وياكم الشاحن حق اليدتين. شوفوا وياي شوي بس، خلكم هذا الانبوكسنج حق الشاحن. يا سلام على الترتيب، يا سلام. طبعا هذا كتيب يشرح لكم كل شيء، وهذا الكيبل توصله على ال هاي البلاك عندك، وهذه اليد اللي هو الشاحن. شايفين تحطون واحدة مني وواحدة مني، وايد أنيق. إيش رأيكم؟ طبعا هذا الانبوكسنج حق الشاحن اليدتين، والحين نروح على ال VR نفسها. والحين انبوكسون وياكم الفي ار. ما يخالف راح نلفها شوي اساس ما يبين شيء. شوف اللوجو يا حبيبي يا حبيبي، راح نقلبها اساس نطلع البوكس الثاني. تو هينا شقينا، يلا ما يخالف لان تو هيك طلعت البوكس. وقفنا الفيديو اساس ان البوكس وايد اذاني، بغيت اطلعه وايد مضغوط داخل فما عرفت شلون طلعه. والحين هذا فيديو ثاني. شوفوا هذا طبعا هني انا اوريكم وياي كتيب والواير اللي توصله على الفي ار، ويجي معاها سماعات. هذه الصراحه انا شفت ناس وايد يشكون من السماعات، مؤديه وايد، تقدر تركب اي سماعه عليها اذا انت حبيت. الحين نشيل هذا معي. هذه اليدتين بس راح اوريكم واحده، ما لها داعي اصور الثانيه. شوف الفرق بين هذه والقديمه. شوف الفيديو اللي طاف، شوف الله الله على الديزاين. شوف هذه دقمه الاكس ولو، وهذه حق شير الفيديو طبعا. شيء ثاني. شوف الديزاين، شوف شيء جبار، شيء حلو وايد. شوف معي شيء وايد حلو، والمسكة راح تكون كذي تقريبا عشان لا تطيح من ايدك، وايد قوية. ايش رايكم؟ وعقب ما شرحنا لكم الفيديو اللي عن اليد، الحين اشرح لكم الكيبل الطويل اللي مع الفي ار. طبعا واير واحد، مو عبسة الوايرات هذيك اللي تأذي، والبوكس مالها اللي يخترب وماكو قطع غيار حقه. واير واحد توصله من قدام السوني وخالصين. هذا الفي ار انا اوريكم الحين، خلكم وياي شوي بس. شوف الديزاين حبيبي، شو تحكي. شوف
كاميرات قدام طبعاً، ما تحتاج كاميرا حق بلاي ستيشن 5 بدون كاميرا تلعبنا فيها. أربع كاميرات، شوف الربلة غيروها من داخل، وعندك آي تراكنج هذه هني، وتقدر تختار الحجم مال عينك، يعني تلف تحت فوق يكبر الحجم اللي أنت تبيه. لو تشوفون شلون تحرك وياي، شوف تبعد وتقرب، هذا حق العيون اللي بعيدة ولا قريبة، أنت تضبط على كيفك. طبعا سماعات تحطهم هني عشان يضايقوك، وتقدر تركب سماعة ثانية هني. طبعا هذا كان شرحي للفي آر، وراح أوريكم فيديو شنو الفي آر أساسا والألعاب اللي وياها، وشلون تسوي الفي آر على التلفزيون. هذا شرحي للفي آر، وإن شاء الله يعجبكم. راح أوريكم فيديو ثاني. طبعا مثل ما وريتكم الفيديو، هذه وايد وايد خفيفة عن القديمة، قديمة وايد ثقيلة. هذه اللي متحطها على راسك ما تحس انك انت حاط في ار، وهذا الدقمة عشان تقرب وتبعد على راحتك وعلى حجم راسك. لا تنسون تسوي لي سبسكرايب ولايك يا الربع عشان اكون شاكر لكم، ووريكم الفيديوهات اللي حق اللعبة. طبعا الحين راح نوريكم بلاي ستيشن في ار 2 الميز الجديدة اللي فيها، تابعوا وياي. اول شيء راح نبلش بالجرافكس، شوف الجرافكس يا حبيبي، شوف شوف المتعة، شوف الجمال، تابعوا وياي. اول شيء راح نتكلم عن الاي تراكنج، شلون تحرك ويا عيونك، انت تلف يمين يسار وتختار الاسلحه بعيونك، مثلا طلقات، بومز، اي شيء تحتاجه بعيونك تختاره. أو في شيء جديد الحين في ار، لما يدعمك شيء تحس بالاهتزاز كأنه صج قدامك. أو أي سلاح تمسكه راح تحس بالاهتزاز ماله، مثلا الشيسو أو الشاتجن أو السهم، لما ترمي فيه راح تحس فيه بالضغطة، شيء عجيب. لا تنسون تسوي لي سبسكرايب ولايك، وهذه قناتي على تويتش اذا حابين تشوفون العابي لايف. مع السلامة.